احتفلت فرنسا اليوم بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، حيث حضر الرئيسان الألماني فرانك فالتر شتاينماير والفرنسي إيمانويل ماكرون في ستراسبورغ الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في كاتدرائية المدينة. الاحتفالات التي ستستمر لغاية 11 نوفمبر الجاري يتخللها محاكاة لساحات المعارك في الحرب العالمية الأولى بين دول المركز بقيادة ألمانيا ودول الحلفاء الذي قادته فرنسا وبريطانيا العظمى. الاحتفالات في باريس ستختتم في الساعة 11 من اليوم 11 من الشهر 11، حيث يصادف هذا التاريخ مرور 100 عام بالضبط على انتهاء الأعمال القتالية في الحرب العالمية الأولى. يذكر أن عدد ضحايا الحرب العالمية الأولى تجاوز 16 مليون شخص، وكان من نتائجها سقوط الإمبراطوريات العثمانية والروسية والألمانية والنمساوية المجرية.